2025 هي الآجال المرتقبة لاستلام نفق طريق السيار شرق غرب بجبل الوحش الذي أوكلت أشغال إعادة تأهيله للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية كوسيدار. قضية تقنية صعبة جدا، يعني الأشغال تسير بوتيرة حوالي 30 سنتيمتر في اليوم. هذا ما يوصلنا إلى حقيقة عامين ونص أو ثلاثة للانتهاء نهائيا والبدء في استغلال هذا النفقين. وزير الأشغال العمومية والنقل أشاد بالتجربة الجزائرية التي وصفها بالكافية لتسيير مشاريع وطنية وحل مشاكل معقدة بعد أن لم يتمكن المجمع الياباني كوجال من حل مشكل النفق. المؤسسة الجزائرية والمهندس الجزائري والتقني الجزائري هم اللي مقيمين بمشكل بهذا الحجم من الصعوبة من التعقيد التقني. هذا شيء شرف، هذا شيء شجع. اليوم نقدر نقوله أن الخبرة الجزائرية تستدعي وتطالب الجميع أننا يمكن أن نستغني عن أي خبرة أخرى. خبرتنا نحن الجزائريين أصبحت تكفينا. وفي نفس الجولة التفقدية دشن الوزير برجاً للمراقبة بالمطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة، مؤكداً على السهر على احترام جميع تعليمات السلامة الموصى بها دولياً. هذا الاستثمار اللي درنا دارت الجزائر يذكر أن هذا النوع من التجهيزات هو على عدة مناطق ومطارات في الجزائر. طبعاً نحن دائماً نريد أن نكون في القمة، في إما بالنسبة للقوانين الدولية التي تخص سلامة الطيران المدني وطيران بصفة عامة. هي مشاريع استفادت منها قسنطينة وأخرى ستستلمها مستقبلاً، من شأنها فك العزلة عن الولاية والمساهمة في تطويرها.